رانا متخذين، رانا ناس تعبين تحت الصفر، ما عندناش لا نقل لا عندنا ماء لا عندنا، رانا ناس تعبين تحت الصفر، ناس موتى. عملنا ثوره زدنا تخلنا، والله عملنا ثوره تخلنا، كل شيء نحن نسكن في الجبال مع الذيبه. اي نعم اي نعم، تنسكن في الجبال مع الذيبه، احنا اللي في كلتنا الذيبه مع المهم الناس تعبين تحت الصفر. ذرينا متخرج طول في الزواتين هاك تشوف. عندي واحد ضرب سمع، عندي واحد ضرب سمع، عندي واحد 8 سنين في العسكر رقيب اول، قالوا قاعد مالك يخدم معايا في الزتون. ريحان ينقصها الماء وينقصها الضوء وينقصها النقل. النقل الضوء ذا جي سحارة يقول لك قصته سحارة شويه بالحق راه بالرسمي. والله كلام صحيح. وناقصها سيدي الموارد نتاع المتاخذه كل ما جواه كل. سيد الرئيس رانا تعبين رانا موتى، راح لنا جاي شوفنا دخلنا. اخوي لاحظ له قول له اعظم الجمايليه، الجمايليه عطاشة نحن والله موتى اقسم بالله العظيم. الكهرباء هذه خذيتها من المرام يا ودي، نعم من عمري شباب تعب، شبابنا متخرج، نحن شبابنا قال انا الاول. لا لو تعرف عندي متخرجين، عندي ثلاثه متخرجين، واحده ضربه 5 سنين هي بطاله تاخذ في واحده نهار ب 10000 فرنك. ها بالحق انا قاري فيها في المرمى، تعبت عليها وصرت عليها ليالي عليها. عندي طفل وكان مسكين ما لوحش روحه في لبنان، عنده 5 سنين ديجا يروح لي حي ولا ميت في لبنان وكان الحرب، والاخر في قطر. والله بالرسمي ولد عمي رانا ناس تعبين تحت الصفر. تو لو فرض لا قدر الله يجينا كبع شويه، اقعد انت كيك لا قدر الله يشدك الحارس تو انت مركب كيك فمحذره 700 دينار وحتى وعندنا والله ذاك عندك الركاب. انا واحد من الناس ولا تجيب مغادي، عندنا ركاب ذاك عزايز وانسان مسوقه مساكين ما تلقاش فاش تمشي. ما عندناش نقل وتيعمل نقل يصعبوا علينا. لو كان يعطيني رخصه نتاع نقل ويساعدنا شويه نعمل رخصه. هو سامحني انت ما عندكش رخصه ولا ريحانه الكل ما فيهاش نقل ريفي. ما فيهاش نقل ريفي طول ريحانه. ريحانه قول معاها تو نعود نسوق للجبل نرقدوا نروح في الغيران. نحن ثوار رانا. طيب ريحانه ياسر. حياه صعيبه الاخر. في الاخر نحن في الاخر يا سيدي سيد الرئيس نقول له يا ودي تعمل مزيه. شوف لنا ريحانه الشماليه ذي، راهي ريحانه الشماليه وريحانه الجنوبيه، ما نتكلمش على ريحانه نحن، راهي ناس تعبه وشباب تعب ياسر وشباب بطال يحصلوا الامراض، ناس ضاربه 5 سنين في الجامعه وقاعده بطاله. تبع علينا. ها يا سيدي. لا واحد من الناس ها فاش نهز، تو موردوس خناه نهز في 4 5 خدامه، ونحن صبونا 17 مليار هنا. ماش بحلاش منها دينار 17 مليار كياس نتاع ريحانه ذا. انا عندي ولدي توفى الناس كلها عارفاته، عنده 4 سنين على الطريق 4 سنين. ولدي توفى ينجح الاولى ثانوي، توفى في الكياس ذا، وانا حتى كياس لوطر قدي فيه ربطات ومكسر غشونا فيه مكسر من الرقاب كياس يعني متاخذ. المدرسه هذه ما غير طواليتات بالحق وما غير ماء وما غير صور، وناس تعبين الاخر. نحن 17 مليار اللي عطوها لنا قالوا جتنا هبه بالحال واش نحن ما ندور ونهي. خليك معايا لحظه بك اجري ميما شي قدم. فكرك بكيف هالبرد هذايا ما نعرف هاش باش نعمل، نخدم على روحي خبزه نعم ما خير، وانا نبقى نطلب نقول الله اعطوني ما نخدم على روحي، يلزم نخدم على روحي. اما نحن بالنسبه لنا نحن الماء ما عندناش قطره ماء، ساير فينا نشرب السطير نستينا ب 30 دينار ويعلم الله بحوانا، ناقصين بيار زيتون نقصوا فيه زيتون بس نقصوا فيه ويعلم الله بحوانا، ونخدموا في البيارة وكلهم كان عندنا فلاحة غادرة نخدموا في البلاد. ما وقتاش تخرج انت وقتاش تروح؟ نخرج الأربعة نتاع الصباح. الأربعة نتاع الصباح وشوف تو هاي الستة مازال تبع الوقت هذا في المهم. هاي مازال ما وصلتش الدار. وساير فين وتعاب وساير فين الدمار. ما تخافش انت راكبة كي مع راكبين كلكم كيف كاميون معرضين في أي لحظة لا قدر الله تصير حادث. نحن تنموت وتنموت يعملها ربي هذاك ونخرج ب 12000 عند البيار 12 دينار. عندك 12 دينار شو يعملوا لك؟ يركبوا لك طنجره مصروف الدار تقضي منهم شو تعمل؟ شداني دينو برا شداني دينو برا كاهو شنو؟ يركبوا لك طنجره تو بالحمام ما لا كاكو برا حاجه رمزيه هاكا كاكو برا باش نعمل؟ هاش باش نعمل شنو الحل؟ اعملوا لنا حل، اعملوا لنا مشاريع، اعملوا لنا حل، اولادنا مساكين هاي بطال اولادنا وبناتنا بطال. نقل باش نمشوا فيها نحن نفرش فيك شو قلت معناتها انت علاش راكبه كيف؟ فماش نقل هو مش متوفر نقل. ما نقل ما ثماش نقل ما عندناش ما عندناش نقل، اعملوا لنا نقل اسمع واعملوا مشاريع للشباب. نحن عمارنا راهي فاتت اما الشباب مساكين قاعدين من الخدمه لقد خليتك اللوطه شو طلعك الفوق؟ اسمع عندنا 17 مليار صبت هنا تعمل لنا 9 بيير تعمل لنا اسمع زيتونه كلها قصيناه تسمع زيتونه كلها قصيناه وما عملوا لنا حتى شيء. نحن وطب العطش يومنا والله كل جمعه نجيب ستين 60000
المسكين اللي يقول لك يصور سوردات يعمل جابيه ويسقي بها في زيتون، يعني مارو ذريه بطل يموتوا بالشر ويسقي في زيتون، ناس تعبين تحت الصفر. هذه دبوس غاز شوفها موجوده معاكم، شوف فرشين حسيره معناتها على البرد هذا. يا ودي يخصوا ب 12 دينار وكياس من هنا الساعه كلها متاخذ، قلت لك انا ولدي الاول مات في الكياس هذا، ولدي ما عنده 4 سنين لعنا نقل، شبابنا ضايع، بيعتنا كلها متاخذه. احنا هنا ما عندناش نقل ريفي، خد فهمك الموضوع بالضبط، انا عندي كهرباء، ما عندناش نقل ريفي، عندي امي وبابا اخواتي ويحب يهبطوا للرقيه نهار الاثنين يسوقوا مثلا. باش تهبط تهزهم ما هي ممنوع باش تهزهم، يشدك الحاكم في ثنيه خطيه ب 700 دينار. اي انا كي ما نهزهمش فاش يمشي للرقيب؟ فاش يهبطوا للسوق؟ فاش يمشي للسبيطار؟ ما راح فاش تمشي للسبيطار؟ يشدك الحاكم في ثنيه، اي واقسم بالله ما حضر ب 700 دينار وتخلصوا على البلاصه، راهو يلزم يتقفوا الكارت كريس وتخلصوا على البلاصه. اي ونحن نقريفي ما عندناش. يا خويا يزموا المعنيين بالحكايه هذه يوفروا لنا، وعملنا مطالب راهو نتاع رخصه نتاع نقريف ما عطونيش. عملنا قداش مطالب وكلمنا قداش من مره ما عطوناش رخصة تاع نقل ريفي. يا خويا هوني سامحني حسب فهمت من كلامك، هوني يتلز المواطن باش يهز معناتها بامور غير قانونيه، يتلز باش يهز على بعضه، هوني توقف الاكسيدونات وكي تصير مطارده معناتها يتلز باش يهرب، تصير اكسيدونات هوني ولا؟ بالله هم لا اقسم بالله ماتوا فيه يجي 4 ل 5 الطريق هذا، والله العظيم ماتوا فيه يجي 4 ل 5، من جرى شنو؟ من النقل غير مش منظم. النقل مش منظم يا خويا، يلزم توفي اقل يوفروا لنا الرخص نتاع نقل ريف، اعطونا رخص نحن نصنع رواحنا يا خويا، ماهوش فين ما تعطوناش كراف. عندي كوشن، هذيك كوشن اللي ناري كراي، ما عندناش ضغط الغالي ما عندناش، حليناها ما نجحش المشروع، حليناها باتين من غير رخصه يا خويا. اي هاني هذاك المشروع نتاع كوش ذاك، سامحني المشروع نتاع الكوشن ما نجحش بحكم هوني فورس ما فماش معناتها الضوء القوي، تيار كهربائي معناتها الضغط العالي مش متوفر اليوم هون. الضغط العالي مش متوفر اول باب، وتحيينا على الضغط العالي وصنعنا روحنا وقدينا منه الضوء، ما باش وعملنا مطالب للوالي عشان الرخصه ما عطيناش رخصه. هاو يعني كل منطقه اللي فيها لازم رخصه، نحن ما عطيناش، علاش ليه ما عطيناش ليه؟ يا اخي ريحانه شبيه منسيه ريحان برا، شوف اقل بقعه ناقصه تاني ما هي ريحان، معروف هذه في الجمهوريه التونسيه كل برا اسلو اي بلاصه تمشي ما ثماش. نحن هنا الخبز ناكلوه كان نهار الاثنين، الخبز ناكلوه كان نهار الاثنين. انا سمعت بابي سامحني قداش تمشي من متر ولا من كيلومتر باش تاخذ الخبز؟ نمشوا 15 كيلومتر باش ناخذوا خبز، 15 اسمع من الرقيب 15 كيلومتر باش ناخذوا الخبز، وناخذوه كان نهار الاثنين الخبز ناكلوه راه من فصل ما ناكلوش، منين نجيبوه الخبز؟ منين نجيبوه؟ ما ثماش يا خويا. راهو الدولة هذه لازم تقيم بينا، يا خويا تقيم بينا ولا نعملوا حل لروحنا؟ راهو لازم تقيم بينا الدولة، مالك فيش نحن؟ مالا انا مواطن تونسي، راه عندي بطاقة تعريف مواطن تونسي، إذا كان تعطيني نقل ريف ولازم تعطيني الكار تهز العباد مواطنين مش تلامذة. نحن ثم ناس كبار ياخذوا الماند تاع راس الشهر ما يمسكوش يمشوا، ياخذ ماند 200,000 يخسر على كارو تكرب 15,000 ولا 20,000، لازم يوفروا لنا برجري، يوفروا لنا المستلزمات الحياتية الكل. دولة غايبة اليوم؟ دولة ما ثماش جملة، يا ودي أنا غايبة دولة ما ثماش. احنا طالبين مرافق. دولة والله العظيم لا ثم، هاي باش تبدا واضح، ما ثماش الدولة، ما سمعناش بها الدولة خلاص. باش نخدموا، شنو الرسالة تحب توجهها رئيس الجمهورية؟ على هرم في دولة تونس. ودي نحب نوصل رسالة لرئيس الجمهورية، يا خويا منطقة ريحان الشمالية راهي منكوبة. ريحان الشمالية خاصة ريحان الشمالية راهي منكوبة، ولاد هرم خدامة، أولادها خدامة، عمارات صفاقس كل ابنها ولاد ريحان. عمارات صفاقس كل ابنها ولاد ريحان قاعدين نشاهدوا معناتها نشوف معناتها كيفاش يطلعوا نساء معناتها في الكهرباء في النقري. هاو ترج هاو النقري هاو فرج هاو كيفاش يركبوا هاكا يشدوا هاكا يشدوا المرور خطيه ب 700 دينار يشدوا المرور خطيه ب 700 دينار هذي هاو كيفاش خطيه ب 700,000 ما ركبش كما كي ما يمشيش للرقيب راه ما يجيبش الخبز وما يجيبش قوت صغار.